وهل يفكر العراق فيما بالمطالبه بنقل مقر الجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك الى دوله اخرى؟ بعد ساعات ستجدون الأسرى الذي تحرشوا بسوق الشيوخ الأسرى الأمريكان، ستطلعون عليهم في التلفزيون العراقي، وستشاهدون الأفلام الدبابات والناقلات المحروقة على حدود سوق الشيوخ، وهي قضاء صغير. تصرف الحقيقة لم نكن نتوقع أن يتصرفه هذا الرجل. رغم علمنا بأنه أمين عام برضا وبضوء أخضر من الولايات المتحدة، ولكن أن يصل إلى هذا المستوى إلى هذا المستوى من التصرفات الخارجة، الخارج عن كل قوانين وتعليمات ومواثيق المجلس اللي هو أمينه العام. وهل يفكر العراق أيضا بالمطالبة بنقل مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة؟